أعزائي متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم كل الخير. يتوقع أن تتأثر المملكة يومي الأحد والاثنين بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة، هذا من شأنه أن يعيد إلى المملكة الأجواء الشتوية المطرة في أغلب المناطق. يوم الأحد يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح، الرياح تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد. مع ساعات الظهيرة والعصر يتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول الأمطار بدءا من المناطق الشمالية، ولكن مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين يشتد تأثير هذا المنخفض الجوي. يتوقع أن يتحول الطقس ليصبح بارد وغائم وعاصف وماطر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية. كلمة عاصف تعني وصول الرياح إلى أكثر من 80 كيلومتر بالساعة. الأمطار طبعا تكون غزيرة أحيانا، ويمكن أن تصحب بالرعد وتساقط زخات من البرد. يوم الاثنين يتوقع أن يستمر الطقس باردا وغائما مع هطول الأمطار على الفترات، وأيضا تبقى الرياح تقارب سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع حدوث الرعد وزخات من البرد في بعض المناطق. يحذر خلال هذا المنخفض الجوي أي ليلة الأحد ويوم الاثنين من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية والمنحدرات، كما يحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. أيضا يحذر بشكل خاص من احتمال حدوث بعض العواصف الرعدية في بعض المناطق. نأتي إلى كميات الأمطار المتوقعة في منطقة بلاد الشام عموما. نلاحظ أن أكبر الكميات ستتركز على سواحل سوريا ولبنان وفلسطين. في المملكة يتوقع أن تكون الكميات ما بين 20 إلى 40 ملم، نلاحظ أغلب المناطق ضمن هذا اللون 20 إلى 40 ملم، بعض المناطق قد تشهد هطول أكثر من هذا الرقم، والمقصود هنا مناطق غرب العاصمة عمان وبعض المناطق الوسطى والجنوبية، هذه المناطق قد تشهد هطول أكثر من 40 ملم. كميات الأمطار طبعا تقل كلما اتجهنا نحو المناطق الصحراوية شرق البلاد، هذه المناطق معدل الأمطار المتوقع فيها بحدود 10 ملم. أعزائي هذا كان كل ما لدينا لحد الآن، لا تنسوا متابعتنا عبر تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.